طيبة وكفى وسلام على هدي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع الإفصاح المبيرة، هذا فقه المقارن المهتم بالأئمة الأربعة والكلام على فقه الأئمة الأربعة، وهذا كتاب من الأهمية بالمكان، فنسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. خير الناس من فتح الله له أبواب الخير ولم يغلقه عليه، وشر الناس من فتح الله له بابا للخير ثم أعطى له سبيلا ليصد هذا الخير أو ليصد عن هذا الخير، ولله والله له حكم وشؤون في عباده، لأن الله جل وعلا يعلم الناس ويعلم الخلق من قلوبهم فيعطيهم على ما أضمرت قلوبهم. فكما قلت ترى أن الله تعالى له حكم وشؤون، يمكن أن يفتح لبعض الناس بابا ثم يفتح له بابا آخر فيه اختبار الصدق الذي قلناه قبل ذلك، لأن اختبارات الصدق هذه تتوالى على الإنسان، فإذا فتح الله له بابا من أجل أن يصده عن هذا الخير الذي فتحه له، يعلم أنه ليس أهلا له، فليعلم أنه ليس أهلا له أهلا له. ولذلك قلت لكم عندنا تأصيل وتأسيس أعام في هذا الباب، كل ميسر لما خلق له، ولذلك أنت قد ترى أن هناك من يسير في طريق يكون الطريق له سالكا ويعلو شأنه جدا، ويرى بعض أعور العين أو بعض من عنده دغل القلب لا يفقه شيئا، يرى منه الله تعالى يكشف له بعض الإيش، بعض النواقص. وطبعا أصلا الكوامل لا يمكن أن تكون في الجانب البشري، مش ممكن بحال الأحوال، لابد يكون له بعض النقص، فالله يكشف له ذلك، يختبر بهذا، ينظر له هو نبيل ولا هو خسيس، فإذا ظهرت خسته صده النبي صلى الله عليه وسلم، صده الله جل وعلا عن الخير. هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا صادق أمين، ولما اختلفوا في الحجر الأسود الجميع أذعن على من يفصل في هذا الباب، ما هم جميعا أذعنوا على من يفصل في هذا الباب في مسألة الحجر الأسود، صحيح ولا لا؟ لما الله اصطفاه وعلى شأنه وقال أنا من قبل ربي، إيش اللي حدث؟ كذبوك كانوا شوال. المسألة بقى لا مش كده وبس، نظروا إليه نظرة المتكبر، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على إيه؟ إيش قال الله جل وعلا؟ هم يقصون حسرة. لا، الله عالم من اللي يستحق ومن لا يستحق. أيضا إن الله جل وعلا قال في فقراء المهاجرين كبراء أساطين أهل مكة، ماذا قالوا؟ قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهم يرونهم أنهم لا يستحقون شيئا، النظر هنا النظر، لذلك المقياس مقياس من؟ مقياس الله جل وعلا. فلما وأيضا حتى في الوسط الإسلام أبو سفيان قالها، أبو سفيان تعلمون من أبو سفيان؟ مكة كلها أبو سفيان، وعمر الخطاب أرجاه يقف على بابه وما دخل ما أذن له، ومعه الفقيه الحكيم صهيب بن عمرو. صهيب بن عمرو ده يعني كان خطيب الأمة حق، صهيب بن عمرو لتعلموا قدر صهيب بن عمرو عند الله جل وعلا، الله أوقفه موقف من؟ أبي بكر. دي دلالة على مكانة صهيب عند الله جل وعلا، كان حكيما لأنه وقف للناس في مكة، قال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهنا هذه المسألة أريد أن أبينها، أنه قال إيش؟ قال أبو سفيان هذا الأسود يدخل وأنا وأنت نقف على بوابة عمر. فطبعا ده في الإسلام بقى، ده أسلم وده أسلم، يعني في الإسلام، فيراه لا ينصبه مكانة، كيف يكون ذلك؟ فقام سهيل وهو أحكم منه، لذلك سهيل أعظم قدرا من أبي سفيان، وأسبق منه، هو أسبق منه إيمانا أيضا. قال له يا أبا سفيان سبق إلى ربه فسبق الله. فلا بد الإنسان أن يكون لبيبا، يعني أن يكون نقي القلب، صفي القلب أولا، لبيب الفهم والإشارة، وليعلم أنه إذا دخل في محل والله فتح له أبوابا وهذه الأبواب للصد، يبقى هو ليس أهلا للمكان، فالله بيختبره ليرده
ولأن الله تعالى لا يعامل الناس بما فيه بما أضمرت قلوبهم، لابد أن تفهموا ذلك. طبعا إيه ده؟ أنا كده تناقضت، مع أني قلت أن الله تعالى يعامل الناس بإيه؟ بما في قلوبهم، لأن يقول لا يعامل الناس بما أضمرت قلوبهم. تعرف تجمع بين القولين ولا أجمع أنا أفضل؟ نعم. ماذا حضر؟ من لم تعمل أو تتكلم هنا لا يخدم سبحانه وتعالى. هو أنت قاربت لكن ما فصلتش. هو ممتاز، هذا الذي لابد أن تقول له. تقول الله تعالى يعطي على ما في القلوب، هذا الحق، ويوفق على ما في القلوب، ويصد على ما في القلوب، لكن عند المحاسبة لا، لابد من إيه؟ من إظهار الأسباب الظاهرة. ليه عمل كده؟ شوف عشان تبقى، عشان أبين لكم اللي حصل. عثمان فر ولا ما فر؟ معاذ فر. سعد معاذ فر ولا ما فر؟ تعرفون من سعد معاذ؟ سعد معاذ اهتز عرش الرحمن بقدومه. سعد معاذ ده أسلمت الأمة بأسرها، هو سيد الأنصار، كلهم أسلموا بعد الإسلام، وفر ولا ما فرش؟ فر. نعم، أكثر الصحابة في غزوة أحد فروا. والله تعالى بين أنه الفرار ده كان له سبب. قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما قال بكل ببعض ولقد عفى الله. طب ليه عفى؟ لأنه يعلم أنهم أهل الكل خير، ولأنه عندهم حسنات محياة. عثمان ماذا حدث من حسن من عثمان؟ أخذ إنسان بقلب المال، قال ما ضر عثمان فعل بعد اليوم. انتهى. ما ضر عثمان فعل بعد اليوم. عمر يقول له ده عند ربع عمر كل منافق، قال لا سبيل لك علي. صدق الرجل. وبعدين ده شوف بقى الرجل ده اللي هو عمر واخد السيف عشان يقتله، مشهود له بالجنة. تعرفون ذلك ولا ما تعرفون ذلك؟ يعني ماشي على الأرض ومشهود له بالجنة، وهو خير الناس كمان. الآن هو كبيرة وقع فيها وهو خير الناس ومشهود له بالجنة. الفهم بقى ليس لأي أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صدق الرجل. ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال قد غفرت لك. يعني عمر الان يقول لحاطب انت من اهل الجنه، ما استطعش يتكلم معه. فالمسائل لابد ان يعلم المرء. انا دائما اقول الذي اكرمه الله جل وعلا بشيء من هذا فليعض عليه بالنواجس، فان الله اذا اراد ان يصده صده، وله سبل في ذلك، حكيم عليم. والمساله في ادمار القلوب، كل المساله في ادمار القلوب. وطبعا اصلا كل انسان يعلم الله تعالى ما له. شريف يقتلنا، شريف يقول حي الله الامير والرعية. هو طبعا يرى ما يرى، هو ما يرى ذلك الا العلم، هو ياخذ بالايه، هو طالب علم. هذا رجل انا يعني عايز اتذكره، شريف نجيب جدا، نجيب وما شاء الله متقن. انا اعرف نجيب ومتقن، لكن هو سبحان الله، الله يحفظه ويحفظ جميع الاخوه الافاضل الذين يطلبون العلم. سامع عنده 18 سنه ما شاء الله، حريص على الطلب. شيخ الان لا لا لا، أنا كنت أحسب أن الأمة يعني فيها خواء من طلبة العلم، الآن تبت إلى ربي من هذا، تبت إلى ربي من هذا، وتبت إلى ربي أيضا. أنا أقول أن النساء لا يعلمنا، تبت إلى الله من هذا. لا حقا، تبت إلى الله من هذا الحق. ما شاء الله والقدرة في الله. الرجل صارع الوسوسة والقهر، صارع الوسوسة وصارع المرض وصارع كل شيء، وجاه هو بقول لك هو كمان وصارع كل شيء وأتى دين التوبة، دين التوبة. شوف حجر يعلمني، لأني لما تبت إلى الله وقلت لا، في طلبة حضرتك وجدتك في وجهي، والله وجدتك في وجهي الآن. يعني مع أنك أنت شوف الحرص الشديد زي كيف أنت يعني لك ذلك، لكن صدقني المسألة فوق. سمعت الدرس والله، سمعته من أول على الميكس الأسبوع اللي فات. أنا عارف، بس خلاص، إن كنت تحتسب الأجر أنك تأخذ بالأسباب الصحيحة. الحضور لا عدل. ها؟ الحضور لا عدل. بقى خلاص، ما أصل مش لا عدل، لا بس الحضور ده معناه أن الله تعالى جعل قلبك معلقا بالعرش. ولعل المجلس ده بس هو اللي يوم القيامة يقول لك أنت في الجنة من غير حساب ولا عذاب. ويرفع النبي النقد. هو ابن المبارك لما قال إلى متى؟ ما أنت مش هتنتهي. قال لا أدري الكلمة التي أنجو بها عند ربي جاءت أم بعد. فالمسألة مسألة نحمد الله على التوفيق. هي هذه. فكل من وفق يعض بالنواجز على ذلك. وكل من صد لابد يراجع نفسه مراجعات كثيرة جدا. جدا. صدقني هذه مسألة من أعظم ما تكون، لا سيما إذا كان أصلا باتفاق أن النفع موجود. نفع الله بكم جميعا. تفضل شيخ، أحسن الله بك. الحمد لله. طبعا أنا شوف تامر بيسأل سؤال عجيب قبل ما أدخل معاش، أليس الذي يضمر حقدا يحاسب عليه؟ لا،
الذي يضمر حقدا لا يحاسب عليه الا اذا نضح عليه في التحرك. ولذلك كان ابن تيميه يقول بذلك، ينصح بذلك، انه ما في احد الا وابتلي بالحسد، اكيد الاقران ما في احد الا وابتلي بالحسد، فعليه ان يراقب قلبه حتى ايه لا لا حتى لا يترفض لسانه، لانه اول المحاسبه ستكون بانك ايه تبغي، لان الحسد لازمه البغي، الحسد لازمه البغي، فانت اصلا حتى تكتم الحسد ولا تحاسب عليه لا تبغي، فالمساله مرهونه باللسان. نعم تفضل. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الامام الوزير ابن هبيره رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، باب ذكر حد العوره. قال رحمه الله: واختلفوا في حد عوره الرجل فقال أبو لحظه، حاضر يا شيخ محمد ان شاء الله اكلمهم على ذلك باذن الله. نعم. قال: واختلفوا في حد عوره الرجل. طيب السؤال صحيح، نعم العزم يحاسب عليه المرء، هذه نوادر العلم، جزاك الله خيرا، احسن الله اليك. طب اتفضل، معلش انا اسف جدا لحضرتك. قال: واختلفوا في حد عوره الرجل فقال ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد في احدى الروايتين عنه هي ما بين السره والركبه، وقال احمد في الروايه الاخرى هي القبل والدبر، وهي روايه وهذا كلام البخاري ايضا، يعني هذا اختيار، طبعا اختيار البخاري وابن حزم، ابن حزم يرى ان الصلاه تصح إذا غطى بورق الشجر القبل والدبر، وصلى صلاة صحيحة. نعم. قال: واتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة. قال: واختلفوا في الركبة من الرجل، هل هي من العورة أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إنها عورة. طيب نأخذ المسائل الثلاثة وبعدين إذا انتهينا منها نصل إلى واختلفوا في حد العورة، عورة الرجل، فقال في شيء؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني معنى ذلك أن هذه الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة نعم قالوا بأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة من الأثر ومن النظر يتمسكون بها. قالوا من الأدلة هو ما جاء ما كان في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه، قال: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأيضا في حديث علي بن أبي طالب رواه الدارقطني قال: لا تكشف فخذك ولا تنظر الفخذ حي ولا ميت. وقالوا هذه دلالة فيها على أن الفخذ عورة. واستدلوا على ذلك أيضا واستدلوا على ذلك بأن أسفل السرة، حديث أبي أيوب الأنصاري، أسفل السرة وفوق الركبة من العورة، أسفل السرة وفوق الركبة من العورة، لذلك اتفق على أن السرة ليست من العورة، أنه قال أسفل السرة. قال أسفل السرة وفوق الركبة من العورة، وروى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هذه السلة فيها 10 أقوال، والصحيح أنها صحيحة. صحيح أنها سلسلة صحيحة، أن روى عن عمرو إيش؟ أن روى عن عمرو ثقة. وهذا ما قاله الذهبي وغيره. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة، فإنما تحت السرة إلى الركبة عورة. وفي رواية: ما بين سرتي وركبتي من عورته. وهذا نص، والحر والعبد في ذلك سواء، لا سيما أنه ألحق الأمة بالإيش؟ الحر في هذا الباب، وسنبين هذه المسألة. هم يحتجون في هذا الباب أن يعني أن هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم في دينومته، أنه كان يغطي لأنه لما صلى حتى بثوب واحد التحف به، يغطي ما بين السرة إلى الركبة، فقالوا هذه لكم في رسول الله أسوة حسنة، قالوا هذه دلالة على أن العورة من السرة إلى الركبة. أحمد قال العورة القبل والدبر فقط. طبعا هناك قول متوسط قول هنا، لو قاله القائل كان إيه؟ كان مذهبا أنهم قالوا نحن نفرق بين العورة المغلظة والعورة المخففة، فقالوا المغلظة القبل والدبر باتفاق، والمخففة الفخذ. لكن خلينا في القولين للفقهاء، أنا بقول لو قال بذلك أحد لكان إيش؟ لكان مذهبا، ومذهبا فيه قوة. القول الثاني هو قول أحمد، أو رواية الثانية عن أحمد
والرواية الأولى هي المعتمدة، الرواية الثانية أحمد وأنه قال الفخذ ليس بعور. نعم. ورواية مالك نعم هو أصلا ده البخاري وقول البخاري وقول الظاهرية. قال أحمد يقول ويروي عن مالك وروي عن مالك أيضا مش معتمدة. الرواية المعتمدة عند جميل أصحاب مالك هي أن العورة من السرة إلى الركبة. والبخاري أيضا يرى أن العورة القبل والدبر، والظاهرية يرون أن العورة القبل والدبر. الأدلة على ذلك هو أين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان حاله عندما استأذن أبو بكر في الدخول عليه فأذن له فدخل. عائشة تقول كان نائما كاشفا عن فخذي أو ساقي، أو قال كاشفا عن ساقي أو فخذي. في رواية البخاري جزم أنه كان كاشفا عن إيش؟ عن فخذي. نعم. فدخل فلم يستوي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل، وكان النبي على هيئته كاشفا عن فخذي. نعم. واستأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه فاستوى النبي وغطى فخذه. عائشة لا تسكت، هنا اللبيب، طالب العلم اللبيب. لذلك هم لما قدموا ابن عباس إيش قالوا؟ قال عنه عمر الخطاب ذاك فتى إيش الكهول، له لسان سؤول وقلب إيش عقول، هو لابد طالب العلم يلمح. فعائشة أعلى من سائر العلماء على الإطلاق، لما ترى لفت انتباهها التغيير في الحال لابد أن تسأل. أبو بكر أعظم الناس قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستوي، عمر بعده في المنزلة ولم يستوي، عثمان بعدهم باتفاق، ده في خلاف بين عثمان وإيه وعلي، فعثمان بعدهم باتفاق ومع ذلك لم يستوي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لابد أن يلفت انتباه هذه الإيش البارة الصديقة بنت الصديق، عالمة الأمة بأسرها، فخر الأمة بأسرها. فلما خرج قالت يا رسول الله دخل أبو بكر فاستأذن فلم تهش ولم تبش، لم تستوي يعني ما زال الفخذ ظاهرا، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، دخل عثمان فاستويت وغطيت فخذي، أو قالت فاستويت. فقال لها يا عائش انظر هنا بقى، هم يتمسكون، الجمهور يتمسكون بذلك أنه كان لهم توجيهان في الحديث، نبينه أنه كان يعني على غير إرادة النبي، ما كان النبي مدرك أن فخذه ويش كان ظاهرا في دخول أبي بكر ودخول عمر، لكن أدرك لما دخل من عثمان فغط. وهذا كلام عجيب جدا، لأن المسألة ما كانتش كذلك، المسألة ما غطوش عشان عور، لأنه عور هم أعلوا بعلة غير التي أعلنها، يعني هم ألغوا ما اعتبروا الشرع واعتبروا إيه اعتبارا لم يعتبروا الشرع. هو كلام مفهوم؟ إيش اللي اعتبروا الشرع؟ قال النبي إن عثمان إنه رجل إيش رجل يستحي، فإذا جاء لحاجة لا أستطيع أن أطلبها وأنا على هذه الحاجة. وهذا اسمه الاستيعاب التربوي، ده الاستيعاب التربوي، انه يعرف سمات شخصيات الناس وياخذ كل واحد على سمات شخصيته يعامله لله جل في علاه. هذه مهمه جدا في هذا الباب. فهو شوف النبي لم يفعل ذلك مع ابي بكر، انا ابو بكر خلاص اللي بينه وبين ابو بكر امر عجب. وعمر نفس الامر اخذ هذه منزله، جئت انا ابو بكر وذهبت انا ابو بكر ورجعت انا ابو بكر، قال انا اعتقد ذلك انا ابو بكر، يعني المساله وصلت حتى في الاعتقاد، انا ابو بكر وعمر. وهنا عثمان لما دخل قال هو رجل حي ما استطيع ان اتكلم، وهو اكيد جاء لحاجه، فلا بد من قضاء حاجات مثل حاجه ان لم تقضى حاجه عثمان تقضى حاجه من عثمان الذي قال فيه النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هنا الامر على حاجه عثمان وليس الايه وليس العوره في هذا الباب. وفخذ النبي كانت ظاهره، وراها ابو بكر، راها عمر، راها عثمان، هل يرتضي النبي بان تظهر وتنكشف عورته ولا يغطيها؟ قال عثمان غطاها، قال غطاها لان الحال يجعل عثمان ايش يستحي من الكلام، يستحي ان يطلب ما له. والحديث الثاني الذي والاستدلال الثاني الذي استدل به هو حديث اقوى من ذلك دلاله، وهم ايضا يردون عليه ردا يعني ضعيفا جدا. هو حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض ازقه مكه خيبر، دخل انس وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت فخذ النبي، هم قالوا ظهرت دون ارادته،
والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فخذه. فابن حبان غيري إلا ما كن واهما أظهر فخذه. فهنا سأقول لكم الدلالة هنا لما قلت حديث أنس أقوى. فعلى البخاري بيحتاج بذلك. قال حديث أنس أسند وحديث جرد إيش أحوال ويميل لتضعيفه، يعني ينوه على تضعيفه. وجه الدلالة مش أن أنس يرى العورة. ابن حزم، ابن حزم أرقى الناس فهما لهذا الباب. ولا نعم ما قال الذهبي في ابن حزم عندما اشتد عليه أبو بكر بن عربي، فقال له للناس مقامات. أبو بكر ليس بالهين وله مقام، لكن قال له إيش؟ قال له أين أنت من ابن حزم؟ لا يقال لمن؟ لأبو بكر بن عربي. تعرفين من أبو بكر بن عربي؟ الملكي. الملكي نعم، صاحب التزيين. تعرفين من هو هذا الرجل؟ من أنبل تلاميذ الغزالي. هذا الرجل من صاعقة علم. والذهبي أراد أن يبين المقامات، فقال له أين أنت من ابن حزم؟ أصولا وحديثا ولغة وفقها، إيه ده؟ ماذا يتفوق عليه في كل هذا؟ يتفوق في كل هذا. لذلك أنا لا يمنع أن أقول أن الشوكاني لما أقول عز زمان يأتي مثل ابن حزم، هذا كلام لا أتعجبه، لا أتعجبه. وأنت عندك الذهب الخالص في المحلة. أنا بفضل الله في علاه، وأنا بنتهي منه من فضل من ربي ونعمة. يعني كدت أبكي مما أرى من القوة التي أراها، غير أنه ورب العزة أمتن من القائسين قياسا. من جرب علم ابن حزم وقرأ سيرى أمتن من القائسين قياسا. ولذلك نقول وقد قاسوا، وقياسكم في هذا المحل باطل وبطلانه كذا، ولو صح لا يكون القياس كذا. ويأتي بالعلة الصحيحة التي يلحق بها القياس. يعني الرجل هذا مش ممكن، نابغة يعني، حتى في هذه التي لا يتبناها يعرف كيف يقص فيها. هذا ذكرك بمن؟ بابن تيمية، أنه يعلم المذاهب بإتقان فوق أهل المذاهب. وذاك فضل، وذاك فضل يؤتي ما يشاء، وذاك فضل يؤتي ما يشاء. فهنا ابن حزم يقول المسألة ليست على الانكشاف، المسألة على المسيس. لو قلنا انكشفت التوجيهات ستأتي والتأولات ستأتي، لا، ده قال فمست ركبتي ومدة ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل أستاذ، كيف حالك؟ الحمد لله. أحسن الله عليك يا باشمهندس. تفضل. يعني مدة الركبة تمس الفخذ. فخذ هل يرتضي النبي أن تمس عورته؟ هل يرتضي النبي أن تمس عورته؟ لا يمكن أن يرتضي النبي أن تمس عورته. ومن الأدلة القوية أيضا على أن الفخذ للرجل ليس بعورة، إذ الأصل عدم العورة، أصل عدم أن تكون عورة، ده الأصل. حتى يدل الدليل على إيه؟ على نعم، صحيح ولا لا؟ قالوا دل الدليل، جاءنا الناقل. قلنا أي ناقل؟ الناقل موجه وأيضا مقضوح في إيش؟ سند. فحديث جارات موجه، أولا ضعفه العلماء، والثاني بأنه إيش؟ موجه وتوجيه صحيح في هذا الباب. وهنا بقى تدخل من يوجه وقال تكون عورة مخففة وعورة مغلظة. فقال وزينة الصلاة تأبى أن تظهر العورة المخففة اللي هي الفخذ. والصحيح الفخذ ليس بعورة، الصحيح الفخذ ليس بعورة. وكل ما بنى عليه القوم من أن السرة للركبة عورة، كل هذه الأحاديث كلها متكلم فيها. ولو صحت لا تباري الأحاديث التي في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين، حديث في أيضا عائشة، حديث في البخاري، فما ما 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 يمكن أن يدانيه ولا يضاهيه. فيكون هنا الحديث حديث أنس أصح إسنادا وأتقن علما وفي إظهار إلى موافقة الأصل. ولو كان الناقل صحيحا لقلنا الناقل والجمع، فالصحيح أن الفخذ ليس بعور، لكن ليس من زينة الصلاة أن يظهر الفخذ. ليس من نعم تبطل على إما أربعة تبطل، لكن عندما نقول الفخذ ليس بعور لا تبطل. فليس من زينة الصلاة إظهار الفخذ، لقول الله جل في علاه خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى كاشف الفخذين قط، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن الحق أن في حد العورة هنا في هذا الباب رواية أحمد، رواية ثانية وإن كانت مش معتمدة هي الرواية الصحيحة، وكلام ابن حزم هو الأصح في ذلك. وهذا ما تبناه البخاري في صحيح، بأن العورة هي القبل
والدبر. لكن طبعا ليس مزيلك الا تبطل. ها؟ ليس مزيلك الا تبطل. الايام الاربعه كلهم تبطل. خليك في الايام الاربعه وتسيبك الله يكرمك ما تنيش ما لا تنفع عن ذلك. الايام الاربعه كلهم تبطل لو اظهرها، لكن لو ظهرت دون ان يدري ودون استعن او ظهرت ودار ولا استعن ان يغطيها قد نقول ان هي ستمر. لكن هو الحق الايام الاربعه ستبطل بذلك. ولان النبي قال يعني لو ما يكفيكم الا قوله الا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني يصلي كفاكم. صلوا كما رايتموني يصلي ولم يصلي عالي فخذ قط. مفهوم؟ نعم. قال ثم قال وطبعا اصلا ما ايضا لابد ينكر على من يمشي في الشارع بشورت. يعني انت تعرف عندنا الحمد لله الاخوه والاخوه الحمد لله ما فيش اخوات تعمل كده والله الحمد لله. وانت كل والا كان السكتات القلبيه فوق الكورونا عندنا في هذا الباب. لكن الاخوه اصلا بيعملوا كده. الاخوه بيمشي مشكله كبيره جدا في هذا الباب، لانه لما لو كان طالب علم طبعا طالب علم فعل كده فوقف وصور نفسه. طبعا اصلا ما اتاني هو اتكلم بعض الاخوه بعث له قال فعلت ذلك لياتيني احمق مثلك فاغينا هو ما يتمثلون يتمثلون بقبل جابر ان هو قال فعلت ذلك لياتيني والولد مش فاهم اي حاجه اللي هو قال له ذلك ما فهمش حاجه في العلم اصلا سواء حفظ ذلك. وطبعا المشكله كلها ان النت لما اتفتح فقالوا قال الدبوسي في كتاب فهو بقى يجيب الاقوال ديت يقعد ينقلها ويقص ويلصق ويقول له ايه اعلم المذاهب ماذا تقول. فقال فعلت ذلك لياتيني احمق من مثلك فاعلم او اعلمه ان الفخ ليس بايه. شوف انظر المساله الفتنه بها موجوده، الفتنه بها موجوده. ولذلك لا يصح الولي لولي البيت ولي الامر ان يكون كذلك بين اولادي طبعا بين امراتي او مساله امر اخر. الشيخ ابن عثيمين قال ما يعني لا يتحاشى او لا تتحاشى شيئا معه. نعم باب جواز كمال العلم عن بعض الناس. والله ده صحيح جزاك الله خير، ده صحيح من الفقه انه قال. بس هو المشكله انه الان هذا الشيطان الاحمق الذي يسمى النت اي ضربه يضرب فيه بجبال. الان الناس فاكرين ان هم اصبحوا اعلام الامه بهذا ومفتيين وبتاع ويطلع يقول لك والمذهب كذا ومذهبنا وهو اصلا وقفوا قلوا النبي قال كذا. فهمني الحديث دوت ما مداه وكيف ينتزع الحكم منه. يظهر شيخنا جهله ليه؟ لانه لكنه بيلعب نرد وبيضرب واول اللي بيطلع له هي دي الحق. هو ده صحيح مش كده وبس. بيظهر غباء. لا مش كده مش غباء وده الله بيفتنه. لانه ده بيبقى يفتن على ايه؟ العلم في هذا الباب ويحسب انه على شيء كاليهود الذين يحسبون انهم يحسنون صنع. هذه مشكله كبيره تاني مشكله كبيره جدا. ولذلك لازم الانسان اصلا يدعو الله خاليا بربه الا يفتن. يعني لانه ان الله تعالى لا يجعله في محل الله تعالى يجعله محل اختبار. مشكله كبيره. انا اصلا مساله العقيده كانت بتتعبني جدا لان بعض الاخوه لما علموا انني اصلا اذاكر من كتب السلف وقال لي انت درست على احد؟ قلت له نعم انا سمعت لبعض المشايخ. قالوا بتدرس وحدك الان انت يعني هتكون ضال في والله. قال لي ده حقا هو نفعان الله بما قال لعلمك نفعان الله. فقمت ليلا بكيت بكاء لا اعلم به الا الله جل في علاه انني لا افتن فيه بس بالذات في هذا الباب. فمنح منحان الله منح لا تتصوروها. حتى من درست عليه عقيده كنت ارده في مسائل كان يتعجب جدا من هذا الامر يراها مسطره في كتب الفتاوى لابن تيميه وانا اصلا ما كنتش بدات التزامي اعرف مين ابن تيميه اصلا ولا الكتب بتاعته. والله الذي لا اله الا هو حتى دول مصر لما اخذني البيت لم ياخذني في البيت غير لما هو كان يسال. هو كان بقى اداء اختبار الطلبه يعني فانا اجيب فيقول لي تعالى انت قرات المجلد كذا؟ اقول له ما قرات. طب قرات النووي قال كذا؟ اقول له ما اعرف. فقال هو الرجل لما فاطل المساله اللي اجلس هو ثلاث ايام كرر المساله ثلاث ايام بعد كده قال لي يا ابني انت بعد الثالثه ما ينفع انت في البيت عندي والله الذي لا اله الا هو. قال انت ما تجلس مع احد ايضا تعالى لي. حتى سالني عن المشايخ لما كلمته عنه ما كانش يعرفهم وانا تعجبت كيف لا يعرفهم هم من نبلاء القوم. يعني هو رجل اصلا واخد الدكتوراه من الازهر رحمه الله تعالى. فجلسنا في البيت. فالحاصل ان انت ممكن توفق بعد ذلك. هي المساله خليها قناه بينك وبين ربك. خليها قناه بينك وبين ربك لانه المساله فتح والفتح هذا لا يكون لاي احد. قال ففهمناه هو داود كان خير من ناطق التراب قبل ان ينجب سليمان صحيح ولا لا؟ وسليمان ابنه
وحتى اصلا لما يعني هذا يعني يقال ويذكر لما قال ربي كل سليمان كما كنت لي اوحى الله لي اجعل سليمان لي كما كنت لي اقول له كما كنت لك. المساله بما قدم يجد, بما قدم يجد, وهذه معادله لازم تفهمها. الله يعادل بها العباد بما قدم يجد. لكن في شيء خفي ما تفهموش, تقديمه منه لانه علم انه محل قابل. طبعا مش فاهمين الكلام ده, ماليش دعوه. المهم فاهمين ولا مش فاهمين؟ بالله يعني هو اصلا مساله المعادله كيفما قدمت لله تاخذ. اذكروني اذكركم من دخل الناس ذكرته في نفسي. هنا بقى الان انت تقديمك اصاله من منه على علمه السابق بايش؟ بما انت فيه, بما تضمر. فهمتوا المساله؟ فهنا ده الفهم, الفهم السديد في هذا الباب من عند الله جل وعلا. فان فتح الله لك فتح ليعلم ما لك, وجعلك اهلا لن يفتح, لن يفتح عليك. والعلم مفتوح كما قال ابن مالك, قال ليس العلم ايش؟ كثرة المسائل, انما العلم ها انما العلم النور. لا نور, نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هو هذا ها؟ أحمد قال إنما العلم خشية. أحمد قال إنما هنا شوف حتى أصلا شريف يقول إنما يؤتى الرجل الفهم بإيش؟ بنياتي على قول ابن عباس رضي الله عنه. الرجل استوعب إن شاء الله ورحمة الله. فالمهم أنه الأمر على الفتح. فترى بأن ابن حزم له دقة نظر عالية جدا وفهم دقيق في العلم في هذا الباب. فمن قال نسقطه أو تجرع عليه جاهل, هذا جاهل جهول, هذا جاهل جهول, جاهل جهول. ابن حزم له وزن عظيم جدا في الأمة, ومع ذلك في كثير من الأمور لم يوفق لها كمسألة الاعتقاد, ويغفر الله له. نسأل الله جل وعلا يغفر الله له في هذا الباب. فالصحيح الراجح أن الفخذ ليس بعورة, وأن الفخذ وأن العورة القبل والدبر, لكن للصلاة زينة لابد أن يأتي بها المرء. خذوا زينتكم عند كل مسجد, ولأن النبي قال صلوا كما رأيتموني, فلو جاز أن يصلي عاري الفخذين لفعلها مرة من أجل ألا يشق على إيه؟ على الأمة. لما؟ لأن كان أهل الصفة لا يملكون شيئا, يصلون بإزار, كل ما يملكونه من الدنيا. شوف سادات واحد منهم أمة بعده, مش هو أذفره بأمة بعده, وكان ما عنده ما يملك إلا إزار واحد يصلي به, والإزار ده كان ممكن إذا ربطه يصعد, وممكن يصعد تحت الركبة, وممكن يظهر الفخذ. فلو كان كان مثلا فعلها مرة فلذلك نقول خلينا على إما في هذا الباب على مسألة الصلاة. المسألة الثانية أن على أن السرة من الرجل ليست بعورة, وهذا باتفاق, هذا الأمر باتفاق أن السرة ليست بعورة. كأنها يعني في رواية قال أجمعوا, ما قال اتفقوا. طبعا قلنا اتفقوا أجمعوا واحد, لأن السرة ليست بعورة لأدلة يتمسكون بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تحت السرة على الركبة عورة, على أساس أن السرة ليست, وحق اتفاق أن السرة ليست بعورة. ما تحت السرة هو العورة, ما تحت السرة هو العورة. المسألة الثالثة قال نعم, مسألة ثالثة لسلامتي. قال واختلفوا في الركبة من الرجل هل هي من العورة أم لا, فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة, وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إنها عورة. نعم, قال أبو حنيفة بأنها عورة, واستدل أبو حنيفة بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركبة من العورة, وهذا حديث ضعيف لم يصح. والحجة على إيش؟ الحجة أن الأحكام مرتبة على التصحيح, فرع على التصحيح. وأجاب عليه بأنه يرويه أبو الجنوب لا يثبت أهل النقل, وقد قبل أبو هريرة سرة الحسن ولو كانت عورة لم يفعل ذلك. بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تحت سرة الحسن, وجاء الحديث فيه كلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما تحت سرة الحسن رضي الله عنه وارضاه. الحق أن السرة ليست بعورة, والركبة ليست بعورة أيضا, والركبة ليست بعورة. والدلالة عن الركبة ليست بعورة حديث حاضر, حديث أبي بكر رضي الله عنه عندما كانت المشدة والمشاحة بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, رفع ثوبه وجاء فنظر إلى النبي وكان قد حصر ثوبه عن إيش, فقال عن ركبتي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غامر.
فلما جاء طبعا قص عليه، لكن الركبه كانت ظاهره. هل النبي يرى عوره واسكت عنها؟ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على انه ايش؟ على انه ليس بعوره. ولان الفخذ ليس بعوره طبعا من باب اولى القياس الاولى. فان قلنا على الراجح، نتكلم على اساس ان اربعه، فان قلنا على الراجح بان الفخذ ليس بعوره، فالركبه من باب اولى الا تكون عوره. مفهوم الكلام؟ يبقى دي مسألة ثالثة. طب تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحديها. اللهم امين. اللهم علمنا وعلم الناس يا رب العالمين. فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روى عنه أن قدميها عورة، وقد روي عنه أن قدميها عورة. وقال الشافعي ومالك: كلها عورة إلا وجهها وكفيها. وقال أحمد في إحدى روايتيه: كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما. والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة، وهي المشهورة، وإياها اختار الفرقي. نعم، هنا هذه المسألة مهمة جدا. لتعلموا أن حديث المرأة عورة قد حسنه كثير من المتأخرين. المرأة عورة، وهذا الذي يدور في فلكه مسائل الخلاف في هذا الباب. عندنا آية وعندنا حديث ندور حولهم حتى تعلموا المسألة من أين تؤتى. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. في الآية آخر الآية قال: إلا ما ظهر منها. لما قال إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس: الوجه والكفان. ما ظهر منها الوجه والكفان. طيب، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفزين. يبقى على هذه الأدلة الثلاثة، الآية وهذا الحديث وحديث المرأة عورة، فمدار الخلاف بين العلماء على ذلك. فهنا يقول، وده الكلام كده على الحرة، لأنهم يفرقون بين الحرة وإيش ولا ما سنة. أنا أدين الله أنه لا تفريق، لكن سنبين الفرق بين ذا بين الحرة وبين الأمن. فالحرة هنا وحدها قال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. طبعا الوجه والكفان عندنا كلام ابن مسعود، يبقى الآية وكلام ابن مسعود ظاهر بأن الوجه والكفان ليس تبع عورة. وأيضا الذي يدلك على أنهما ليست بعورة هو أن النبي ماذا قال؟ لا تلبس المحرمة القفزين ولا تنتقب. وهذه ده أنه لا ليست بعورة، لا يمكن أن يجعلها تظهر عورتها. وهذا يؤكد إيه؟ ممتاز، يؤكد كلام الجمهور. ممتاز المصير. فهنا لا يمكن أن يجعلها تظهر العورة. وأيضا ألا تلبس القفزين دلالة على اليد أيضا ليست بعورة. هنا أبو حنيفة زاد على ذلك، قال وخضروا عنه أنه يقول القدمين. لذلك ابن أبو حنيفة يقول: لو صلت مع ظهور ظاهر القدمين الصلاة إيش؟ صحيحة. صلاة عنده صحيحة، لأنه عنده مسألة القدمين ليست بعورة. واستدل على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس عليه إزار. قال النبي: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. مع أن هذا يعتبر جليل عليه وليس إيش؟ لا، وليس له. لكنه أبو حنيفة بيقول أنهما يظهران غالبا. قال: ما معنى يظهران غالبا؟ لما أتب والحكم جي منين بقى الآن؟ لا، بس ممتازين صراحة. الترتيب في هذا مشاكل ممتازين جيد جدا، بس طبعا أصلا يعني بالله عليك في المشي يظهران غالبا؟ ها، ممكن يقول الشيخ نبيل معامل دين بلو ما هو خلاص، ما هو ده منهجه. وما قال مشيخ أنا تسرعت في ردي عليه لأن الإجابة مرتبة. والإجابة الأولى إيش؟ طب إيش أهم أصول الأحناف؟ العرف. ما قاله الشافعي نص وإيه ومعنى. أهم أصول الأحناف هو إيه؟ القياس. هو قال القياس على الوجه والكفين. قال ظهور القدمين بالقياس على الوجه والكفين. وش بقى للحق؟ وش الجامع للإلحاق؟ الظهور غالبا هذا الجامع للإلحاق. فقالوا ظهور القدمين كالوجه والكفين، ظهور القدمين كالوجه والكفين. لذلك قالوا هنا الحديث ظهور المرأة ظهور قدم أو انكشاف ظهر قدم المرأة لا يبطل الصلاة. نعم، الجامع الظهور غالبا الايد بتظهر والوجه بيظهر للناس. لا غالبا، فقالوا القدم ايضا غالبا تظهر. فقالوا اذا تلحق بايش؟ بحكم الوجه كفايه. لانه قال الا ما ظهر منها
على التنصيص لأصل الدليل اللي ما ظهر منها. وابن عباس اللي قال اللي ظهر هو الوجه وإيش قال وتلحق ويلحق ذو القدمين أنها على الغالب. مع حسب اللبس شيخ ما زيب حسب اللبس ده بعد حضرتك أنا بتكلم إنه بيقول في عادات العرب إنه ظهور القدم غالبا بتظهر هو بيقول من باب أول تظهر عن الوجه وإيه وكفين. هو الحق ظهور القدم بيقول ليس فيها فتنة كالوجه الذي هو يظهر غريبا. فمن باب أولى أن يكون حكمه كحكم الوجه أنه يظهر ولا تبطل صد بذلك. هذا قول الحنفي. أما وروي عنه أنه يقول بأنها عورة كالجمهور. وقال الشافعي ومالك كلها عورة إلى الوجه والكفين. وأحمد أيضا قال بذلك كلها عورة إلى الوجه والكفين. وهؤلاء لهم أدلة ظاهرة. هو الآية في قوله تعالى إلا ما ظهر منها قال ابن عباس الوجه والكفان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازي. وعلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنا يصلين كاشفات الإيش الوجه. أما حديث كالغربي بالسود هذا في السير. وأما لا يعرفنا لا يعرفنا من إيه غلص. من غلس عرفنا من غلس. أنا بعطيكم الشبه والرد عليها. ما عارف إن في كثير مش مدرك ما قلت. الغلس تسخط ظلمة قبل النهار يعني بيشتد ظلمة قبل النهار اللي هو أصلا يعني قبل الإصفار. الغلس هذا قبل الإصفار. عارف الإصفار هو إيه؟ مش عارف. قول مش عارف عشان تتعلم. هو انتشار البياض في الأفق. إذن فالغلس اللي قبله الظلمة اللي قبل الفجر انت بترى نورا غير نور حضرتك طبعا جزاك الله خير هتعرف ذلك. فهو الاصفار ده البياض بينتشر في الافق. فهمت احسن الله لك. فاذا هم يقولون الوجه والكفان واما ذو القدمين لا تظهر. لما لان عندهم نص ولو كان النص موقوفا حتى عندهم نص جاء مرفوعا وجاء موقوفا. والحق ان المرفوع ضعيف. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة في الدرع والخمار دون الإزار. فقال نعم إن كان الدرع إيش سادغا ويغطي ظهور القدمين وهذا حديث موقف على أم سلمة ممتاز. ائتونا به بمخالف ويعلم بذلك. ما في مخالف له. وقول الصحيح حجة لمن مخالف له على راجح أصوليا. الأمر الثاني حديث قال إن سلم من جرى ثوبه قال لا من الله إليه وقال ما أسفك عليهم في النار. فقالت أم سلمة يعني والنساء ما يفعل النساء في إيش في ذيولهن. فقال يلخين شبر قال إذا تكشف إيش أعقبهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلخين ذراعا. قال يلخين ذراعا ولا يزد. يعني حتى في النساء في إزبال. حتى في النساء في إزبال يعني يقعنا تحت هذا. شوف انه بقى اهو الان طب هي المرأة بقى فين الخيلاء في المرأة في هذا الباب ايه اللي كان بقى اسمه الدلال تمشي كالطاووس دلال المرأة طبعا عايزة شجرة نعم تجرها خلفها. هو عامة يعني الإسبان ايضا داخل في مسألة النساء. فلما يقول يخينا شبرا يخينا ذراعا هتغطي ولا ما تغطي هتغطي. بعد فيها دلالة على تغطية ظهور القدمين. فالصحيح أن هذا قول الجمهور. وأما الحنابلة فقد قال وكلها عورة إلا الوجه خاص. الله يرضى عنك سلام وبركاته. كلها عورة إلا الوجه إيش خاصة إلا الوجه خاصة. وهذه الرواية اختارها الإمام الخرقي. واستدل الإمام أحمد بستر الكفين لقول النبي المرأة عورة. والمرأة عورة قلنا لو طب تعال المرأة عورة يبقى عليك الحديث يبقى تغطي الوجه. و فقال خرج الوجه. من وين خرج الوجه؟ لا بكلام ابن عباس صحيح كده؟ قلنا خلاص ما ابن عباس هو الذي قال الوجه ايه؟ والكفان. فانت لو اخذت بكلام ابن عباس يبقى لابد ان تقول به. مش عارفين شيخنا قلنا في الصلاه كانوا بيكشفوا وجوههن. اه طب مش هو ممكن كشف الوجه عشان كده؟ عشان ايه؟ عشان الدليل يعني؟ اللي هو ايه؟ اللي هو فعل النساء يعني؟ خلاص ما هو احتج بكده احمد. فانا اقول له طب ماشي حتى لو بتحتج بكده اقول له واليد ما اين ذهبت؟ قال على ايه؟ على ما هي عليه؟ قال انت نفسك تعتمد بقول ابن عباس انه قال الوجه والايه؟ كفاه. فجعل الكف قرين الوجه ولان نبيه قارن بين الوجه وبين
الكف صح، لأنه قال إيه؟ لا تنتقب المحرمة ولا تلبس ولا تلبس القفازة. طيب، والصحيح الراجح بأن عورة المرأة خلا، أن المرأة كلها عورة، خلا الوجه والكفين. وطبعا الوجه والكفان أيضا فيهما خلاف عريض في مسألة النقاب على المرأة واجب أم هو مستحب. طبعا لنا بحث ماتع جدا في تبعات الحجاب لفضيلة الشيخ المقدم النبيل الشيخ محمد إسماعيل، وصراحة أنا كنت أقول به بقوة وكنت أصارع من يخالف، حتى فعل بي فضيلة الشيخ محمود عطية، اشتد علي جدا وكان متضايق مني، فدعاني إلى بيتي يوما، وهو طبعا كان يكرمني كثيرا. هؤلاء يعني الله يرفعهم فعلين على ما فعلوا بنا من الإحسان واللطف. هذا الأردني الفاضل، أنا أعشق الأردن من أجل وجوده، يا رب يرضى عنه. فطبعا أخذني، كان دايما كل ما يعني أعارض في مسألة هو كان يفتح لي المجال جدا. الحمد لله كنت في لسه في نعومة أصفاري في الطلب، لكن كان يشتد علي بكلام الشيخ الألباني، إن طبعا كلام الذهبي لنقله، إن البغاثة بأرضنا يستنسره. قال أنت سترد على شيخ الشيخ الألباني؟ يعني كنت أقول له ليس الأمر كذلك، الأمر أنني يعني أحاول قدر كان يعني أظهر فقط قول بعض العلماء، وحضرتك تبين لي، ما بقولش ده الراجح حتى، بس أنا بعرض فقط. فكان يشتد علي بهذا الكلام وكان يمزح معي كثيرا. فجاني في هذا المرة قال أيها الأسد المغوار تعال رد لنا على هذا الكتاب، والكتاب اسمه الرد المفحم، كان رسالة طلع الشيخ الألباني جيدة جدا في بابي. هذا الرجل الشيخ الألباني هذا قام عندنا، هذا أنتم بتسموه الرابع 540، أما الهرمات مش عندكم، هذا مش هرم، كل الهرمات بجانبه إيه؟ تراب. هذا رجل عاش 90 سنة، عمر الدنيا بأسرها لدين الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاب وخزل من أطلق لسانه فيه. الله تعالى جعله مخزولا مرذولا مردودا من يطلق لسانه في الشيخ الألباني، على أننا نقول ليس معصوما، وله أقوال شاذة لا نأخذ بها، وحتى في التصحيح عنده بعض التصحيح والتضعيف يؤاخذ عليه ويراجع الشيخ فيه في هذا الباب. ولكني لم أجد تحت أديم السماء أوسع تخريجا منه إلا من جاء بعده الشيخ الخارج، ما في أحد عنده هذه التخريجات اللي عند الشيخ الألباني. لكن المسألة مسألة لمحة العلل وإتقاء والتدقيق في مسائل الجرح والتعديل، هذا هو عمق علم الحديث. الشيخ الإشكال أنه كان يعتمد كثيرا على ابن حجر في التدقيق، وهذه مشكلة كبيرة عند الشيخ، أنا مبينه إنصافا فقط، لكن ما في أحد يداني هذا الرجل بحال الأحوال. فالرجل ده تاني قال خذ فانبري لهذا، أنا مسكت رد المفحم، اسمع المسمى مطابقة، ده ما لم يترك شريدة ولا وريدة ولا أحدا. قال رد على الشاميين، رد على الحجازيين، رد على العرقيين، رد على المصريين، وطحن طحن شد ما يكون. هو أول من طحن التوجري، وطبعا بقى مسك شيخنا نعم. فهو أصالة لما وجدت ذلك وقفت صراحة، وجدت أن المسألة من مضايق الخلاف. تعرفون يعني إيش من مضايق الخلاف؟ يعني مسألة الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها ليس يسيرا، الخلاف فيها قوي. نقف عند هذا، لو في أسئلة تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.